حاليا في الخيران لطمأنة الجمهور بخصوص القرش الحوتي اللي موجود في الخيران. نؤكد للجميع بهذا النوع من القروش لا يتعرض للأشخاص ولكن يتغذى على العوالق النباتية، من خلالها يستطيع أن يعيش في هذه المياه. اليوم عندنا فريق الغوص سنيار يعملون بجد واجتهاد، والجهات المعنية ستقوم بما يلزم لانتشال هذا الحوت وإخراجه خارج منطقة الخيران بإذن الله. نأمل من الجميع عدم التعرض لهذه السمكة والسماح لها في المعيش في هذه المياه. للأسف تم قطع أحد زعانفها من خلال أحد الطراريد اللي كان يحوم حوالينها، وهذا سيسبب الأذى لهذه السمكة. شكرا لتعاونكم، وإن شاء الله مستمرين في الحفاظ على البيئة في الكويت.